بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، اخباركم ايه؟ ان شاء الله النهاردة هشرح النيرسينج بروسيس. انا عارفة ان انا شرحتها قبل كده والناس مكانوش حاضرة، بس تاني عشان المحاضرة دي مهمة جدا جدا ولازم الكل يعرفها، وزي ما انا قلتلكم ان كنتوا هتاخدوها بإذن الله لو كملتوا معنا البكالوريوس، وان شاء الله لو ليكم نصيب وتكملوا معنا الماستر. النيرسينج بروسيس بنديها في كل سنة، مثلا دينا في اولى ودينا في تانية، على اساس ان هي يعني مهمه جدا جدا في شغلنا. ما ينفعش ان انا اخرج اشتغل في اي مستشفى من غير ما اعرف يعني ايه نيرسينج بروسيس وان انا اعمل لها ابلكيشن واطبقها. نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنتكلم عنها انتند ليرنينج اوت كوم، اللي احنا عارفينه او اللي متوقع ان انا اسمعه في المحاضره دي. المفروض ان انا هعرف هكتسب اربع حاجات. زي ما قلنا اي محاضرة او اي موضوع احنا بنشتغل فيه بناخد منه اربع حاجات بكتسبها. ان انا مفروض انا داخلة كليكتشر، ان انا كمدرس او ان انا كبلقى عليكم محاضرة، او انك انت طالب بتتلقى معلومة. المفروض ان انت بتاخد knowledge and understanding، بتفهم معلومة وبتفهمها وبتاخد معلومة وبتعرف تفكر فيها. intellectual capabilities، القدرة على التفكير وانك انت تشتغل بالمعلومة ديت. professional and practical skills، تاخد المعلومة اللي انت خدتها وتحولها لايه، professionals او practical عندك تشتغل بيها وتنفذها. ولما نيجي احنا تاني عندك، سواء انت شغال في مستشفى او انت تشتغل معانا او كمدرس او كعضو هيئة التدريس، تقدر تعمل transferable السكيلز ديت، سواء نوليدج او براكتيكال سكيلز، للطلبه اللي بيجوا يتدربوا عندك. لو انت مدرس معانا او انت اشتغلت في هيئه تدريس او في كعضو في مدرس في مدرسه تمريض، لو مشرف ايا كان، تقدر تاخد النوليدج والاندرستاندينج بعد ما تفكر فيها وتشتغل بيها. انتلكتوال كابابيلتيز، بروفيشنال اند براكتيكال سكيلز، تنفذها وتستغلها، تقدر تنقلها اللي عندك في البيت للطلبة عندك، تقدر تنفذها في العملية. الأوتلاين بتاعتنا هنعرف الـ introductions، الـ definitions بتاع الـ nursing process، وده زي يعني ده معظم المحاضرات هتمشي بنفس السياق ده. introduction، definition، component بتاع الـ nursing process. الـ component بتاع الـ nursing process، assessment، diagnosis، planning، implementation. يعني ايه nursing process؟ النيرسينج بروسيس يعني مش هناخد المعنى الحرفي ان هي عملية. النيرسينج بروسيس هنقول ان هي عملية تمريضية. عملية تمريضية، ايه العملية؟ اما اجي بقول النيرسينج بروسيس الكونسبت بتاعها، المفروض ان انا اتكلم مش كلمة عملية حرفية، لا، النيرسينج بروسيس كوردس او كترمينولوجي الكونسبت بتاعها. او يعني ايه كونسبت؟ اول ما بتكلم او اجيب سيره النيرسينج بروسيس، اول حاجه تيجي في دماغي الخمسه كومبوننت بتوعها. يبقى النيرسينج بروسيس علشان اول ما تيجي اسمها كده اللي هو شرح المحاضره دي كلها، انت بعد كده هتبقى المحاضره دي كلها عباره عن كلمه واحده، النيرسينج بروسيس. انك انت هتشتغل بيها اول ما بتعمل اسيسمنت، او انك انت قابلك عيان تعبان في الطوارئ او في الانتنسيف كير او في الشارع اكسيدنت ايا كان، هتفاجئ ان كل اللي احنا بنقوله ده كلمه واحده بروسيس. يبقى الكونسبت بتاعها هي ايه بقى؟ نيرسينج بروسيس عباره عن كرياتيف واي تو سولف بروبلمز فروم ا نيرسينج ستاند بوينت، من وجهه نظري انا او من الحته اللي انا هقدر اشتغل فيها. تمام. تاني هي عباره عن سيستماتيك بروبلم سولفينج، حاجه سيستماتيك، مش اي حد يعني مش اي حته مثلا انا عايزه ابتدي بيها، لا انا جاي لي مزاج مثلا هقيس الضغط والنبض والحراره اخر اليوم ومش وقته دلوقتي خالص، انا العيان تعبان ممكن اعمله الاول اديله العلاج الاول، لا ما ينفعش. هي حاجه سيستماتيك بروبلم سولفينج ابروتش توارد جيفينج انديفيدوالايزد نيرسينج كير. يعني ايه انديفيدوالايزد نيرسينج كير؟ اكوردنج للبيشنت كونديشنز. مش احنا بنحط بندي ستاندرد، تمام، وبنقول ان هي حاجه سيستماتيك ابروتش، لكن هي عباره عن انديفيدوال نيرسينج كير. يبقى النيرسينج بروسيس نحفظهم كده، نفهمهم كده، نعرف ان هي حاجه systematic approaches organizational framework for the practice of nursing، حاجه organizer يعني حاجه بتديني اطار همشي عليه، organizational framework. orderly systematics، حاجه مترتبه وsystematic، central to all nursing care،
كل اللي انا فيها او النيرسينج بروسيس خاصه بيها ايه؟ خاصه ان انا بتعامل بكل النيرسينج كير بتاعتي، سنترال تو اول نيرسينج كير، هبتدي ازاي وهتكلم ازاي واتحرك ازاي، كل ده اللي هي النيرسينج بروسيس. ان جون بروسيس اول ستيبس تيكن باي ذا نيرس ان كيرينج فور ذا بيشنت، بتبقى اكتر حاجه مركزه فيها او بتعمل عليها سبوت كده اللي هي النيرسينج كير للبيشنت. انا مش مطالب ان انا احفظ حاجه بعينها عشان تقول لي ديفينيشن اوف نيرسينج بروسيس، احنا مش بنحفظ، احنا بنفهم هي عباره عن اورجانيزد او سيستماتيك او سيكونسز اوف بروبلم سولفينج ستيبس. يبقى هي حاجه كريت ثينكينج ابروتشز، ان انا افكر في حاجه اورجانيزد سيكونسز ازاي احل بيها بروبلم سولفينج، ماشي؟ يبقى ازاي احل، يبقى دي خطوات مرتبه عشان احل بيها مشكله. مشكله مين؟ مشكله patient needs and problem، عنده احتياج او problem. يبقى ان organized sequences of problem solving steps used to identify and to manage the health problem of the client. يبقى هنا بستخدمها لمين؟ problem solving steps used to identify. طب انا هستفيد بس ان انا هعمل لها identify بس؟ لا، ده انت identify ومانج وسولفينج للايه؟ للهيلث بروبلم اوف كلاينت. It is accepted for clinical practice established by the American Nurse Association. طبعا مين اللي عملها في الاول؟ American Nurse. كان الاول American Nurse Association كانوا مطلعين النيرسينج بروسيس كانوا اربعه بس، تمام؟ اللي هي الاسسمنت والدياجنوزيس والبلاننج والانترفنشن، او الاسسمنت والبلاننج والانترفنشن او الامبلمنتيشن والايفالويشن. قالوا لا مش هينفع، انا في عندي النيرسينج بروسيس هي عباره عن سيستماتيك وراشونال ميثود اوف بلاننج، ادي اول حاجه، اند بروفايدنج انديفيدوالايزد نيرسينج كير. يبقى انا بعمل انديفيدوالايزنج نيرسينج كير. اتس بيربوس تو از تو ايدنتيفاي كلاينت هيلث. يبقى انا دلوقتي ايه المغرض منها؟ سيستماتيك راشونال ميثودز دي بلاننج دي والانديفيدوالايزد نيرسينج كير. اتس بيربوس is to identify client health status actually or potential health care، سواء في actually حاجة موجودة فعلا أو potentially اللي هي maybe أو هي risk إن هي تحصل، تمام كده؟ يبقى systematic rational method of planning providing individualized nursing care its purpose is to identify client health status، identify health status اللي هي مقصود بها problem أو needs actually or potentially health care، تمام كده؟ actually or potentially health care problems or needs. ليه انا المفروض اديني عرفتها وخلاص وعرفت ان في مشكله عند البيشنت سواء needs او problem، سواء هو محتاجها او في مشكله، لان انا الكلمتين دول هتلاقوني عماله بقولها واتك عليها قوي، problems وneeds، تمام؟ to establish يبقى انا لما عرفت needs بتاعت البيشنت هعمل ايه بعد الداتا اللي انا عملتها؟ بعمل بلاننج علشان ايه؟ to establish plans to meet those needs and to deliver specific nursing intervention. يبقى انا كل ده systematic critical thinking او solving problem بستخدم فيها. اول حاجة هنقول البلاننج، هنقول ال providing individualized nursing care identify health care problems، وبعدين establish plan، وبعدين هعمل meet these needs and deliver specific nursing intervention. هعمل intervention to meet these needs، تمام؟ ده دلوقتي هنبص على الرسمة ديت، يعني تحس ان الدنيا زحمة قوي وماسك خيوط كتيرة وبالونات كتيرة. لا، هي مش زحمة خالص ولا اي حاجة، هي بس فعلا انت لامم الدنيا كلها في ايدك بدايتها وعارف كل خيط رايح فين. انت الوحيد كنيرس از نيرس اللي ماسكها. يعني هنا ماسك الاسيسنج اول حاجه، ان انا يعني هعمل جازرنج للداتا بتاعتي، دي اول فيزز او اول ستيجز في النيرسينج بروسيس. الاناليزنج ان انا بعمل اناليسيز للداتا بتاعتي واشوف احطها مع بعض كده، اعمل لها فورمليت علشان اطلع في الاخر تو فورمليت او تو فورم النيرسينج دايجنوزز، او ان انا اطلع البروبلم بتاع البيشنت علشان اعمل بيها ايه؟ ابتدي افكر واعمل بلان بتاعتي، ايه اللي انا هعمله وايه الحاجات اللي موجوده معايا، ريسورسز موجوده سواء هيومن ريسورسز او الريسورسز العاديه
المكان اللي انا عايزه، الحاجات اللي انا هجهزها، العيان هيقعد فين، في مكان ولا ما فيش، الخطة بتاعتي، التفكير بتاعي، لم الدنيا كلها في الفيسز بتاعت البلانينج ديت، علشان قبل ما هبتدي اعمل كاري اوت او امبلمنتيشن او انترفينشن للبلان بتاعتي او للنيرسينج انترفينشن او اللي احنا بنقول عليه البراكتيكال سكيلز بتاعتي. بعد ما بخلص كده وبعمل كاري اوت للبلان، بعمل ايفالويشن اشوف البروبلم اللي انا عملتها طلعت اتحلت ولا ما اتحلتش، يبقى كولكت اوبجكتيف داتا علشان ديترماين ذا اكستنت تو ويتش جولز وير اتشيفد او ميت اور نوت ميت. خلاص كده يبقى ميت اور نوت اور نوت ميت، ماشي. يبقى هي ما اجي ما بتكلم على النيرسينج بروسيس، هي في الفيزز بتاعتنا دي. طب ليه احنا مصرين ان احنا نديكم نيرسينج بروسيس وانتوا واخدينها قبل كده وباذن الله هتاخدوها تاني؟ علشان ديها بنفيتس كتير. ما حدش يقول الكتاب موجود في ايه ومش موجود في ايه، انا قلت هي محاضره مهمه وبندي هنت بسيط كده على بنفيتس اوف بنفيتس اوف نيرسينج بروسيس. طبعا اهم حاجه بروفايد ان اوردرلي سيستماتيك ميثودز، ازاي انا بفكر كويس وبمشي حاجه اوردرلي مترتبه سيستماتيك علشان ايه؟ فور بلانينج بروفايدنج كير. انهانس نيرسينج افيشنسي باي ستاندردايزنج نيرسينج بلانز، بتساعدني انا، بتخليني انا كنيرس اعرف افكر ازاي وان انا ابتدي البروسيس او الستبس بتاعتي ازاي. فاسيليتيت دوكيومنتيشنز اوف كير، مش اي كلام انا بكتبه بس لازم انا في الاخر بعمل دوكيومنتيشنز للكير بتاعت ايه بتاعت لمن. بروفايد ايونيتي اوف لانجويج فور ذا نيرسينج بروفيشن، يعني انا دلوقتي لو انا قعدت هنا، سافرنا السعوديه، سافرنا امريكا، جيت من بني سويف اشتغلت في مصر، سبت مصر ورحت اسكندريه، بتوع الناس اللي جايين من المنيا، كل ده في لانجويج واحده، يونيتي اوف لانجويج واحده في النيرسينج بروفيشن او الستاندرد بتاعتي. طبعا كل دي بتخليها في الاخر حاجه ايكونوميكال، تبقى بوفر كتير جدا. تمام. يبقى انا عندي ذا نيرسينج بروسيس يوتيلايز ايه؟ خمس حاجات اللي احنا قلنا عليهم: اسسمنت، نيرسينج دايجنوزيس، بلاننج، امبلمنتيشن. ايه بينج اكاونتبل؟ يعني انا المفروض انا مسؤول عن ايه في النيرسينج بروسيس؟ بنخلي بالنا من كذا حاجه، ان انا مش حاجه، مش ستيبس بحفظها وخلاص وانتوا هتنفذوها، لا. انت يوزنج كريتيكال ثينكينج قبل بيفور تيكينج اكشنز، لازم انا بشغل دماغي شويه عشان اقدر اخد قرار واعمل البريوريتي بتاع البيشنت نيد. بينج ريسبونسبل فور يور اكشنز، انت اللي مسؤول، بس طبعا مش انت المسؤوله خلاص سيبوني اعمل اللي انا عايزه انا حر، لا طبعا انت مش حر، احنا بنقول انت اكاونتبل، انت مسؤول، انت ريسبونسبل، لكن في كريتيكال ثينكينج وفي ابروبريت اكشن او سيفنج لايف. انترينج ذا بروفيشنال رول، طبعا بخلي بالي ان انا مش اي حد، يعني ماشي، ما انا لو جبت عامل هيعرف يفكر يقول لك ده العيان بيموت، هنبتدي الاول نعمل سي بي ار او نتصرف ازاي، لا انا بخلي بالي انا بروفيشنالي الرول بتاعي او بيزد اون نوليدج اللي انا واخدها. وركينج ات ذا ليفل اوف يور بيرز، مش انا بشتغل لوحدي، طبعا معايا تاني زملاء وسواء تمريض او دكاتره. يوزنج ذا نيرسينج ده اللي انا بشتغل فيه، يبقى الريسبونسابيلتي بتاعتي ايه؟ اللي انا الريسبونسابيلتي بتاعتي ريكوجنايز هيلث بروبليم، انتسبيتد كومبليكيشن، بخلي بالي طبعا انا قبل ما بتحرك ايه كومبليكيشن، يعني مش عيان اكسيدنت او فولن واقع من حاجه من هاي فلور، ساعات واقع من ادوار او شغالين على السقاله، بقول انا حر انا اللي هشتغل، لا انا بخلي بالي انتسبيتد كومبليكيشن او بريفنت كومبليكيشن. انيشيتد اكشن تو انشور ابروبريت اند تايملي تريتمنت، خلي بالي طبعا. تاني برجع بقول كل ده محتاج انك انت ثينك، انك انت بتفكر صح. يبقى انا اما اخلي بالي ما اعمل اسسمنت الاول واشوف انا هعمل اسسمنت ايه، مش هعمل اسسمنت كده وخلاص، لا احنا قايلين الديفينيشن اوف دبليو اتش او بتاع الهيلث ايه؟ ايموشنالي سايكولوجيكالي سوشيال سبيريتشوال ويل بينج، ده اللي انا بقول عليه. يبقى دي الدومينز اللي انا هشتغل عليها في الاسسمنت، مش هشتغل بس ان انا فيتال ساينز وتمبريتشر واشوف الانفستيجيشن، لا انا ايموشنالي فيزيكالي سوشيال سبيريتشوال، ده اللي انا بشتغل عليه. اول حاجه هتكلم عنها، هنتكلم على الاسسمنت. طبعا احنا عارفين الاسسمنت يعني ايه اسسمنت، ان هي داتا كولكشن. الداتا كولكشن بتبقى كومبريهنسيف انفورميشن يو جاذر اون انيشيالي كونتاكت وذ ذا بيرسون تو اسس اول اسبيكت اوف هيلث ستيتس، يبقى انت كل اللي بتعمله
بتعمل comprehensive information gathering، بتلم معلومات من البيشنت، سواء بقى السوشيو ديموغرافيك اللي هو البيشنت والايدج والسكس والاكوبيشنز بتاعته والماريتال ستيتس بتاعته، كل الحاجات دي كلها، كل البيانات اللي تشمل البيشنت، او ان انا ابتدي اخد الفيتال ساينز والفيزيكال اكزامينشن والحاجات دي. يبقى كل اللي انا بعمله ده اسمه comprehensive information. If assessment focus assessment data your gather to determine the status of specific conditions. انا جاي لي patient جاي لي في الطوارئ، اه ماشي انا بعمل له assessment، بس ايه اللي يجيبه في الطوارئ الفجر؟ يبقى انا بعمل يعني focus specific conditions الحاله بتاعته. رايح مثلا دلوقتي في مستشفى الصدر او جاي لي في الطوارئ او في الاستقبال، طب خلاص هشك ان هو عنده كورونا، ما هو اللي جايبني دلوقتي الطوارئ كورونا، ايه ال abnormal conditions او ايه الساين سيمبتومز اللي انت جابتك دلوقتي؟ انا بعمل فوكس على كذا حاجه. طيب اما اجي اتكلم اقول الاسسمنت، انا عندي الاسسمنت كتير، بس احنا قلنا هنديكم بسرعه 4 times 4 times of assessment. 4 assessment انت بتشتغل عليهم: initially assessment focused emergency time lapsed. عندي 4 types of assessment، اخلي بالي عشان انا ما يخشش كله ببعضه. انا بعمل comprehensive data collections، بس اللي انا بعمله دولت احنا بكل وقت قايلين طول النهار انا بعمل assessment، من الشفت للشفت assessment، كل ده انا بعمل nursing assessment. initially lab performed on entry to the healthcare facility، انا اول مره اشوف البيشنت، سواء بيشنت admissions في الهوسبيتاليزيشن، جاي لي في المستشفى، جاي لي في الكلينيك، جاي في الامرجنسي، كل ده يبقى on entry to the healthcare facility. initial حاجه بدايه. more comprehensive than subsequent assessment، طبعا ده انا بستخدمه طبعا بعد كده عن الاسسمنت اللي انا يعني ده اكتر حاجه بيبقى بياناته كامله، باخد بقى كل حاجه عن الباست هيستوري، الفاميلي هيستوري، الميديكال سيرجيكال هيستوري، الالرجيك هيستوري، كل الحاجات الداتا اللي انا بلمها بتبقى كومبريهنسيف اكتر من اي اسسمنت تاني. انكلود بقى اللي احنا قلنا عليه، تمام كده. دي انيشيالي اسسمنت، يبقى تايبس اوف انيشيا اوف اسسمنت نمره 1 انيشيالي، سكند فوكسد اسسمنت. يعني ايه فوكسد؟ زي ما انا ما بقول انت جاي الطوارئ اوكي، انت على طول تعبان، او انا عندي جول بلادرز تعبان على طول ماشي، او كوليسيستايتس، او انا عندي ليفر ستينوزيس تمام، او انا ايا كان اللي انا عندي ليفر سيروزيس سوري، انا اللي جابني دلوقتي، يبقى بعمل فوكسد ليميتد تو بارتيكولار بيشنت بروبلم، بارتيكولاري بروبلم معينه. العيان عندي امبيشنت بس دلوقتي هو بقى ديسنيك والاكسجين ليفل بتاعه قل، الساتوريشنز قل، يبقى انا ببتدي اعمل بقى الاكس راي واعمل بلاد جازز وابتدي اشوف فيه واعمل له اكسجين سبلاي. يبقى انا عندي اسسمنت ريليتد لبروبلم معينه. Only performed when a comprehensive patient database already exists. أنا عندي طبيعي، واللي حاصل إن البيشنت دي الداتا بتاعته كلها كاملة، لكن إيه اللي حصل له في change في الconditions، فعشان كده أنا بعمل focused problem معينة. طب emergency دي اللي إحنا بنقول عليها emergency، دي بتبقى حاجة life threatening situations، بتبقى رابط طبعا رابط actions والassessment بتاعي إن أنا بشوف بقى respirations واللي هي الABC اللي بنقول عليها consciousness والairway، أول حاجة الairway والblood circulations تمام كده، يبقى دوت اللي types of assessment. آخر حاجة في type of assessment اللي هي time lapsed. يعني إيه time lapsed؟ نفتكرها إن حاجة يعني حاجة غطت على حاجة، يعني مثلا أنا البيشنت عندي كويس وكل حاجة، وجينا وقت الزيارة، الزيارة معدها ساعتين، فأنا الساعتين دولت أنا مطمنة على البيشنت في الأول وخلاص وسايباه مع الزيارة وكل حاجة. بعد الزيارة ما تمشي أنا بعمل له تاني assessment عشان أنا غبت عنه أو هو غاب عن عيني ساعتين. لو هو عيان كان موجود عندي في الدور ونزل يعمل الأشعة أو يعمل CT أو يعمل MRI، ونزل مثلا مع النيرس اسيست اللي معايا المساعد الممرض اللي معايا، او نزل مع الايدرز اللي معايا، ونزل او خرج بعربيه اسعاف، ايا كان راح يعمل اي انفستيجيشن، بعد ما بيجي انا باجي بعمل له تاني اسيسمنت لانه غاب عن عيني. يبقى تايم لابسد اللي هي فتره هو مش موجود قدامك فيها، وايه وبتحصل عادي، يعني مش اختفى مثلا هرب ورجع او راح بيته وجه، ايا كان ان هو فتحت مسؤوليتي وانا من الاول عامله له انيشيالي خلاص. يبقى انا كده عندي 4 time of assessment عشان ما نتلخبطش بينهم. طب البروسيس بتاعت الاسسمنت ازاي؟ ما تجيش اتلخبط بين البروسيس اوف اسسمنت والتايبس اوف اسسمنت. البروسيس ازاي انا بعمل اسسمنت؟
طبعا بعمل assessment كلنا عارفينها، بعمل data collections، organize للداتا، validate للداتا، document للداتا. ايه ده، ده جديدة دي علينا؟ مش جديدة، كلكم خدتوها واتاخدت وانتوا في المعهد وكل حاجة، بس هي مجرد احنا بنعمل لها formulate بصورة جديدة تاني، وعشان احنا كبرنا. يبقى collect للداتا، انا بجمع الداتا، بعد ما جمعتها بعمل لها organize، وبعد كده بحط كل كاتيجوري لوحدها، السوشيو ايكونوميك لوحدها، الميديكال هيستوري، ببتدي افنط الداتا بتاعتي. فاليديت للداتا، يعني ايه فاليد للداتا بقى؟ يعني مش بفبركها، ببقى واخداها بيزد اون، واخدها من ريكورد، واخدها من البيشنت فاميلي، واخده الفاليد داتا بتاعتي ديت، والدوكيومنتيشن ان انا كل حاجه بكتبها، بكتب الداتا بتاعتي كامله. يبقى انا عندي اربعه types of ايه، الميثودز اوف ان انا داتا كوليكشن. طيب ايه types of data to collect بقى؟ امتى انا هجمع الداتا ديت بتاعتي او types بتاعتها؟ بجمع ايه؟ قلنا بناخد كل حاجه، بناخد كل data related للبيشنت عندي، سواء objective data او subjective data. objective data اللي هي measurable facts زي الساينس بتاعتي، زي التمبريتشر، زي بعد ريسبيريشن، لو انا هدى جت عديته وشافت التمبريتشر، تاني هيجي احمد شاف التمبريتشر هيلاقيها زي ما هدى شافتها، هيجي جابر هيلاقيها زي ما هدى ما احنا شفناها. يبقى حاجه اوبجيكتيف ما بنختلفش عليها حاجه، observable او measurable يعني اقدر اقيسها، ليها سكيلز عندي، زي مثلا مقيس الوزن بتاع الويت بتاع العيان دوت، اما اقيسه دلوقتي غير لو حد غيري جه شافه. يبقى انا عندي objective data و subjective information. اللي هي بقى subjective information يعني ايه؟ client feels، ان انا بقول انا يا جماعه ظهري وجعني، بطني وجعاني، اي دماغي وجعاني قوي، تاني يقول لك لا ده بتتدلع، ده كان بتتكلم دلوقتي، هي حاجه subjective، انا can not be major observed. خلاص كده عندي resources بتاعت الداتا، بلم الداتا منين؟ بلمها منين؟ احنا قايلين اول حاجه الكلاينت والفاميلي او الانديفيدوالز بتاعتي، البريفيوس ريكورد لو انا عندي ريكورد في المستشفى موجوده، تمام كده، الكونسلتيشنز لو انا عملت ريفيرال وحد وجبنا مثلا بتاع البطنه شافه، جبنا بتاع الاي سي يو شافه، يبقى دي الكونسلتيشنز بتاعتنا، والدياجنوستيك ستادي سواء بقى الانفستيجيشنز او الاكس رايز، كل الحاجات اللي هي ايه الدياجنوستيك ميجرز بتاعتنا اللي احنا بنقول عليها، اشعاعات، موجات صوتيه، كل الحاجات دي كلها بجمع منها الداتا، تمام. دي الريسورسز بتاع تجميع الداتا. لو في بقى ريليفنت للليتشرز، لو انا عندي حاجه تانية يقول لك اه ده انا مثلا كنت زمان عامل عمليه، او انا مثلا بتابع في معهد القلب او في معهد السكر، يبقى لو في ريليفنت الخاصه بتاعي، يبقى انا عندي السورس اوف داتا برايمري سورس اللي هي الكلاينت، سكندري سورس اللي هي كلاينتس وفاميلي ريبورتس والتستس والانفورميشنز والباست والميديكال هيستوري، الحاجات اللي انا بعملها. خلاص. طيب التايبس اوف هيستوري، عندي types of history ايه؟ اربع حاجات، personal history اللي انا باخد عليها كل بيانات البيشنت كلها، past history اعمل previous past history ايه؟ سواء بقى medical, surgical, allergy، ايا كان الانفستيجيشنز اللي عاملها قبل كده، من زمان كنت بتشتكي من ايه؟ لو في ميل مثلا يبقى الـ حصل ليبر كم مره، with types of labors مثلا في section ولا normal labor، present history في الوقت الحالي، او causes of admission ايه اللي جابك المستشفى او انت داخله ليه دلوقتي، اوكي. والفاميلي هيستوري بقى طبعا، تمام كده. طب انا ما باجي بقول كل الهيستوري ده والداتا بتاعتي بعمل لها valid للداتا، يعني ايه valid للداتا؟ يبقى لازم تبقى الداتا اللي انا بجمعها خلال الاسسمنت بتكون complete factual accurate. يعني ايه؟ مش داتا، مش اصل انا سمعت انه عامل عمليه، طب عمليه ايه؟ ما اعرفش، مش فاكره قال ايه. لا طبعا انت كده نوت كومبليت، فاكتشوالي حاجه حقيقه، اكيوريت بدقه. انا دلوقتي ده ماشي على الانسولين، طب الانسولين اسمه ايه؟ مش عارف. طب بياخد الدوز الصبح ولا بالليل، ولا بياخد كم مره في اليوم؟ تقريبا بياخد الصبح وبالليل. لا، نوت اكيوريت، نوت اكيوريت. انا عايزه داتا فاليد للداتا. يبقى انا لما اجيب كلمه فاليد لازم يبقى الكونسبت بتاع الفاليد ايه؟ ثلاث كلمات، complete factually accurate. خلاص. الفاليديشنز ان انا بعمل دبل تشيك، الفاليديشنز بتاعتي تو بي شور بعمل دبل تشيك، او varying data تو confirm ذات از accurate and factually. خلاص. يبقى انا ما بقول valid للداتا ما ننساش، يعني ايه valid؟
دبل تشيك وتكون كومبليت واكيوريت خلاص كده. طب اورجانيز للداتا، الداتا ما بعمل لها اورجانيز نورس ريتن اور كمبيوترايزد فورمات ذات اورجانيزد داتا سيستماتيكالي. بترتبها بقى، احط ريسبيراتور لوحده، احط السوشيو ايكونوميك لوحدها، بعمل لها كلوسترنج. يعني ايه كلوسترنج؟ يعني بحطها طبقات فواصل، يعني بحط الداتا لوحدها على بعضها ماشي. يعني ما اجيش مثلا انا اتكلم اقول ايه ده عندها 30 سنه وبريجننت وأقوم داخلة مثلا على ريسبيراتري وأرجع تاني وأقول أصلها قاعدة في أوضة لوحدها، أصلها مش عارفة بتشتغل في مصنع إيه. بعمل كلوسترز وأحط السوشيو إيكونوميك أو السوشيو ديموغرافيك داتا، أحط ريسبيراتري، أحط الأسسمنت، وأطلع بعد كده الفيتال ساينز، بحط السبجكتيف داتا وكل حاجة تبع السيستم بتاعها. الدوكيومنت للداتا نيرس ريكورد كلاينت داتا اكيوريت او دوكيومنتيشنز is essentially. أهم حاجة طبعا إن أنا بتبقى brief وبتبقى accurate should include all data collected about client health status. تمام كده؟ يبقى أنا بعمل document للداتا organized وبعد ما بعمل لها الايه assessment. طب guide point for good assessment، ايه بقى الحاجات اللي أنا بقول خلي بالكم يا جماعة عشان نعمل assessment كويس؟ أول حاجة communicate effectively، يبقى انا لازم اتواصل واعمل الكوميونيكيشن كويس. ما اخشش اسال ها اسمك ايه، جايه ليه، تشتكي من ايه، طيب في حاجه تانية عايزه تقوليها. لا، لازم يبقى في ايه جود كوميونيكيشن افكتيفلي خلاص. واستخدم، اظن انتوا خدتوا محاضره الكوميونيكيشنز وخدتوا الميثود اوف كوميونيكيشن سواء فيربال او نون فيربال. تمام كده. اوبزرف سيستماتيكالي، يعني ايه سيستماتيكالي؟ ان انا بخلي بالي وانا العيان هو ماشي جاي لي ازاي، ماشي جاي لي اون تشير، جاي لي على الترولي، جاي لي مع بتوع الفرس بتوع الاسعاف تمام، ولا جاي لي بيضحك، ولا جاي في بليدنج، ولا جاي بيل او كده وسويتنج بحيث ان هو يخش لي في شوك، يبقى جود اوبزرف. تمام. انتربت داتا اكيوريت، ان انا بعمل كده انتربريت، سوري انتربريت داتا اكيوريت، ان انا بربط البيانات ببعضها. يعني انا لما اخد الفيتال ساينز بتاع البيشنت والاقي دلوقتي مثلا 90 على 50 خلاص او 90 60، بس انا شايفه البيشنت بيل شويه، شايفه البالس ويك وشايفاه سويتنج العيان كده معرق شويه خدت الفيتال ساينز وخلاص وعملت له اسسمنت، قمت خارجه كاتبه الحاجه بتاعتي وعملت طبعا اوبزرفبل سيستماتيكلي، كتبته كويس جدا واكيوريت على فكره، انا مش مكروتاه يعني ومخليه بال ماشي. لكن انا ما عملتش انتربريت للداتا، ما جمعتش الداتا ان البيشنت هايبوتنسيف مع السويتنج مع البراديكارديا، يبقى انا ما عملتش انتربريت، ما طبقتهاش، ما استخدمتهاش صح. تمام. يعني ايه انتربريت داتا اكيوريت؟ ان انا مش ذا نيرس ماست ايبل بو ديفرنت ايبل تو ديفرنشيت بين كو اند انفورميشن انفيرنس. يعني ايه كيوز اند انفيرنس؟ ان انا بخلي بالي من المفاتيح، من المعلومات اللي معايا. انت استخدمت الفايف سنس بتاعك وخدت بالك وكتبتي ان هو سويتنج وكتبتي وقست الضغط والنبض وكل حاجه، لكن انت ما استخدمتيش الكيوز ديت، المفاتيح دي ما عملت لهاش انترفيرنس. يعني انترفيرنس ما عملتيش انت انتربريت او عملتي جادجمنت او انتربريتيشنز، ما خدتهاش، ما استغلتهاش وربطتيها ببعضها. تمام. يبقى انت ما جمعتيش الكيوز بتاعتك المفاتيح مع النوليدج اللي معاكي مع الاكسبيرينس اللي ناقصاني. يبقى انا ما بيبقى عندي كيوز مفاتيحي زي الهيموجلوبين 9 او زي البلاد بريشرز الهايبوتنسيف مع الانترفيرنس بتاعتي اللي هي ان انا ادي دايجنوزس او النيرسينج دايجنوزس بتاعي. حد كده ماشي معايا ولا في مشكلة؟ تمام. دي كده أول حاجة الأسسمنت خلصت، كل الأسسمنت ده كله بالتفصيل، أنا مش شرحة كل حاجة زي اللي في الكتاب علشان ما طولش عليكم التحميل الباوربوينت. اللي عندي الأسسمنت هنرجع للأسسمنت وأشوف أعمل فيزيكال أسسمنت، وابتدي بعمل فروم هيد تو تويز، بعمل اي بي سي، بعمل بشوف اللي هيد نفسها، اللي ان تي بشوف النوز والسايد بتاعه، واسال كده لو في ارتفيشالز عندي حاجه صناعيه، مركب سنان، مركب اي بول صناعي، مركب عين صناعيه، مركب عدسات، ببتدي اخد الشيست وابتدي اشوف الهارت ريت واشوف الريسبيريشنز بتاعي، باخد السيركيولاتري سيستم. كل ده مكتوب كويس قوي قوي في الكتاب، بس ما رضيتش هنحطه علشان نعرف نحمل الباوربوينت.
تمام. ببتدي تعمل طبعا بشوف انتجمنتري، بشوف السكينز بتاعه، بشوف في سكيبس مثلا بيهرش وبيكلمني، بشوف في جوندس، بشوف سيانوزس الليب سيانوزس، بشوف النيل فينجرز بتاعتي الضوافر عامله ازاي، لونها عامله ازاي، سيانوز ولا كلابينج، لو في حاجه هارد، تمام. كل الحاجات دي كلها بالتفصيل في المحاضره هنقراها علشان نبتدي نعمل لها انترفيرنس في شغلنا او انتربريت في شغلنا، تمام كده. هنخش لتاني حاجه النيرسينج دايجنوزيس. النيرسينج دايجنوزيس اللي هي عباره عن بقى الكلينيكال جادجمنت بتاعي انا، رايي ايه، خلاص انا خدت الداتا وعملت لها فاليد وعملت دبل تشيك، اللي بيحصل كلينيكال جادجمنت اباوت انديفيدوال وفاميلي اور كوميونتي ريسبونس تو اكتوال اور بوتنشال هيلث بروبلم. يبقى انا بقى بقرر في الاخر بقى ايه اللي انا محتاجه، سواء بيشنت ولا فاميلي ولا كوميونتي. يبقى النيرسينج دايجنوزيس دون after organized analysis cyanosis and summarized data. انت عندك الداتا بتاعتك عملت لها سمرايز خلاص ورتبتيها، طلعت حاجه اسمها nursing diagnosis. ده patient hypotensive، ده patient choked، ده anemia، ده ماشي، او lack of knowledge، ما عندوش معلومات خالص وجاي ياخد معلومات علشان الكورونا والفاكسينيشنز بتاعتها. يبقى انت طلعتي اللي هي الفاكتوالي بروبلم او الاكتوالي بوتنشال هيلث بروبلم. البروسيس اوف الدايجنوزيس، خلاص احنا قلنا البروسيس بتاعت الدايجنوزيس حاجه، البروسيس بتاعت الدايجنوزيس حاجه، وان انا تايبز اوف دايجنوزيس، ازاي انا بعمل دايجنوزيس، تعمل اناليسيس للداتا، ادينتيفاي الهيلث بروبلم سواء الريسك او السترينث بتاعتي. هو ريسك الايه، لما يكون عندي هايبوتنسيف وبرادي كارديا، يبقى انا عندي استنى بعد كده ايه هيخش لي في شوك، يبقى انا الحق بسرعه امنع ان هو ريسكي فور تشوك، وابتدي اخليه ايه لاينج فلات مثلا، او ان انا رايز هيز ليج ارفع رجليه، اقيس الباتل ساينز، تمام كده. فورموليت دايجنوستيك ستيتمنت، احط الستيتمنت بتاعتي انا، انا كل ده بتكلم نيرسينج دايجنوزيس ستيتمنت، نيرسينج دايجنوزيس ستيتمنت كده. يعني هي في نيرسينج دايجنوزيس وميديكال دايجنوزيس، هي في حاجه كده وحاجه كده. طيب هنشوف بس نكمل مع بعض ونتكلم. يبقى التايب اوف نيرسينج دايجنوزيس، طب ما احنا لسه قايلين ان انا بالفعل المريض جاي لي هايبوتنسيف، يبقى اكتوالي نيرسينج دايجنوزيس حاجه موجوده دلوقتي حالا، او العيان جاي لي هايبر جلايسيميا، انا ببص بعمل له البلاد جلوكوز ليفلز معايا في الهيموتست او البلاد تيست دلوقتي لقيته 400 وشويه، يبقى اكتوال نيرسينج دايجنوزيس هايبر جلايسيميا او هايبو، انا لقيته مثلا 85 ماشي، يبقى دي اكتوال. طب سواء هايبو او هايبر جلايسيميا او هايبو او هايبر تنشن، اللي انا بلحق بسرعه اشتغل عشان امنع ايه، امنع حاجه اسمها بوتنشالي نيرسينج دايجنوزيس، امنع حاجه احتماليه ان هي تحصل، انه هيخش لي مثلا في ضيابيت الكوما، او هيخش لي في الشوك، او هيخش لي مثلا في ستروك عشان الهايبر تنسيف، تمام. يبقى انا بوتنشالي نيرسينج دايجنوز، الاكتوالي اللي بالفعل موجود معايا، بوتنشالي اللي هو احتمال يظهر لو انا ما عملتش بسرعه ابروبريت انترفينشنز. ايه بقى ويلنس نيرسينج دايجنوزيس، ان انا عايزه اخلي العيان منتين البلاد جلوكوز از النورمال ليفل او الهاي بوتنشال، انا عايز العيان يفضل كويس، ويلنس نيرسينج دايجنوزيس، تمام. يبقى ده اللي انا عايزاه. يبقى انا لما اقول التايبز اوف نيرسينج دايجنوزيس اكتوالي بوتنشالي ويلنس كولابوريتيف بروبلم، يعني ايه كولابوريتيف بروبلم؟ يعني حاجه هتيجي مع حاجه. يعني انا دلوقتي لو انا قلت العيان دخل في ضيابيت الكوما او دخل في ستروك، ممكن هيحصل ايه، بخلي بالي بعمل ايه للعيان، بدريدن بيشنت او جاي فراكتشرز او جاي اكسيدنت او عامل عمليه اورثوبيديك، بعمل ايه كولابوريتيف بروبلم. يبقى ممكن يخش لي، هنقول ايه، يخش لي في نمونيا عشان بيد ريدنج، صح، يبقى بعمل ريسبيراتوري اكسرسايز وبعمل الباك اب ريسبيريشنز وببتدي اقيس الفيتال ساينز واشوف الساتوريشنز، بس كده لا، ده انا كمان ممكن يخش لي في بيد سورس عشان بيد ريدنج بيشنت، فبعمل تشينج بوزيشنز، بس كده لا، ده انا بعمل هايجين كير، ببتدي بعمل كومبليت باس، ببتدي اعمل بارتشالي باس، ان انا بحاول مي اجزاء معينه وابتدي اعمل الهايجينيك كير في الشفتين صبح وبالليل او قبل ما ينام، واعمل دايبر كير وابتدي اشوف العامل فعلا انكونتيننت ولا لا، وهو يعني مش حاسس، وابتدي اشوف الاسسمنت بتاعي. يبقى انا التايب اوف نيرسينج دايجنوزيس اكتوالي بوتنشالي ويلنس
لك اللي هي the aim of the nurses risk for impaired skin integrity. ادي دي ال nursing diagnosis impaired skin integrity صح كده. ادي ال statement related to نتيجة inability to turn ماشي as manifested by a patient bedridden. فبدردن خلاص. يبقى أنا بقول ال nations بتاعي وال statement بتاعتي related to خلاص. يبقى أنا عندي إن أنا ال patient inability to breathing أو ineffective breathing pattern مش قادر ياخد نفسه as manifested by في تسنية related to a lack of oxygen supply. يبقى دي الفريسز بتاعتي ماشي حسب ما أنا شايفاها. يبقى أنا عندي diagnostic statement بقول الستيتمنت بتاعتي الكوزز بتاعتي بقى بعرفها. عندي diagnostic statement بتاعتي الكلمة بتاعتها هي وسببها ايه its causes خلاص. with as manifested by أو as identified by أو evidenced by ظهر بإيه في دسنيا lack of oxygen supply. طبعا ال saturation ال oxygen saturations lack of oxygen saturation أو decrease oxygen saturations تمام كده. يبقى ديت الدياجنوستيك بتاعتي وطبعا في الكتاب محطوطة بالتفصيل شوية. collaborative problem nursing responsibility يعني ايه collaborative problem nurses responsibility؟ يعني انا معنى كده ان انا عندي responsibility في nursing diagnosis طبعا مش انا اللي بعمل ريبورت للدكتورز وانا اللي بعمل الفولو اب وانا اللي قاعد 24 ساعه يا جماعه. ومش التمريض والممرض ده اللي قاعد 24 ساعه وهو اللينك او كوميونيكيشنز بين الاداره وبين الدكتور وبين الاستشاري. يبقى انا الكورليتنج ميديكال دايجنوزيس والميديكال تريتمنت ميجرز ذا ريسك فور انكيو كومبليكيشنز ان انا بخلي بالي ان انا ما يبقى في كومبليكيشنز عندي انا اللي بعملها ايرلي ان انا ديتكشنز. دوكيومنتنج ذا كومبليكيشن فور ويتش يور كلاينت ار ات ريسك بخلي بالي طبعا بشوف مين البيشنت اللي ات ريسك وبعمل له كومبليكيشنز بتاعته وبحط اللي هو ريسك فور. making a pertinent assessment to detect complications دايما بعمل pertinent assessment بعمل follow up كويس قوي related للريسك بتاعتي او الكوميونيكيشنز اللي احنا بنقول عليها collaborative nursing تمام. طب ازاي steps for driving outcomes from nursing diagnosis طبعا ايه ده هو انا بقول nursing diagnosis وكمان من nursing diagnosis اطلع بالoutcome. امال انت اساسا بنجري وبنعمل التشخيص بقول ان عيان دوت هايبوكسيميا مثلا او انه او داخل لي ريسك فور نيمونيا. ايه اللي انت بتعمليه؟ انا خلاص انا عملت الستيتمنت بتاعت النيرسينج دياجنوزس. انت عايزه ايه؟ انا عايزه طبعا يبقى ابروبريت بريثنج انا عايزه يوصل بيه انه ياخد نفسه كويس. انا عايزه مينتين نورمال بلاد شوجرز مينتين نورمال بلاد بريشرز. الله يبقى انت كده من النيرسينج دياجنوزس عملتي درايفنج للاوت كومز بتاعك كمان. انت متوقعه انت الانتسيبيتد بتاعك الاوت كوم انتسيبيتد اوت كوم المتوقع منك انك انت العين يبقى كويس في ايه في المشكله اللي انت حطيتيها في نيرسينج دياجنوزس وعملت لها ستيتمنت بتاعتك. حد فاهم حاجه كده؟ يبقى لوك ات ذا فيرست كلوز اوف ذا نيرسينج دياجنوزس اللي هي النيرز الدي اكس دي نيرسينج دياجنوزس انت ريسيت in a statement وبعيد ترجم اعيد الجمله تاني. يعني انا بقول مثلا in appropriate breathing better in appropriate يبقى انا هشيل الكلمه دي واحط الoutcome بتاعي driving outcome اقول appropriate breathing better. اقول ineffective respirations ineffective يبقى effective respiration يبقى ده outcome بتاعي. طيب هقول hyperglycemia الاوتكم بتاعي ايه؟ maintain normal blood sugars او control blood level blood sugar level خلاص. يبقى انا بقى شوف الفيرست كلوز بتاعي المفاتيح بتاعتي او الفيرست اول كلمه من النيرسينج دياجنوزز النيرسينج دي اكس دي يعني دياجنوزز واعمل لها ريستيت تاني ريستيت واقوم عايده صيغتها بديسكرايب دي ايه الامبروفمنت كنترول ديكريز لو هي انكريز وانكريز لو هي ديكريز بعمل ايه بحلها. الناندا اللي هي نورث امريكان نيرسينج دايجنوزيس اسوشيشن بتقول لك ريسك فور انفكشن ريليتد تو كومبرمايز نيوتريشنال ستيت شفت اهي. يبقى انا عندي الستيتمنت بتاعتي ريسك فور انفكشن ريليتد تو كومبرمايز نيوتريشنال ستيت از مانيفيستد باي ايه بشوفها بقى
بشوف السكن انتجريتي عندي، بشوف في فيرست ديجري مثلا الانفكشنز بتاعي، بشوف الانيميا، بشوف البيل، بشوف اللاك اوف ديلي اكتيفيتي. خلاص ريسك فور انفكشن ريليتد تو الار تي دي ريليتد تو سيرجيكال بروسيجرز، بشوف مثلا ازاي ازمن فيست الضيقه فيفر الهايبر هايبر هايبر اكس انكريز في البايركسيا. تمام كده سوري بايركسيا. خلاص يبقى انا عندي ناندا بتقول لي ديت الستبس درايفنج دي. خلاص ذا كلاينت ويل ديمونستريت نو ساين اور سيمبتومز اوف انفكشن، يبقى ديت اللي هي الاوت كام ستيتمنت خدتها من نيرسينج دايجنوزس. ايه اللي انت عايزاه الاوت كام؟ مستنيه ايه من الشغل بتاعك ده كله وانت بتجري بتعملي ريبورت للدكتور وبتعملي الاكسجين ساتوريشنز وبتعملي الاي بي جي وبتعملي الحاجات دي كلها عشان ايه؟ علشان ديمونستريت نو ساين سيمبتومز اوف انفكشن او بروبر ايه ريسبيريشن او بريثنج. خلاص يبقى ديت من النيرسينج دايجنوزز انا عملت درايفنج للاوت كام اوف نيرسينج اوت كام. خلاص كده. طيب اما اجي بقولك بقى نيرسينج دايجنوزز وميديكال دايجنوزز، اظن كده احنا نقدر نقول النيرسينج دايجنوزز ايه وميديكال دايجنوزز. العيان داخل لي هيعمل مثلا هيعمل كوليسيستكتومي او هيعمل اوبن هارت، داخل عيان دايليسيز هيعمل هيمو دايليسيز ماشي النهارده او بكره بعده قعد بعد شهر خرج ورجع تاني، يبقى اللي بيشتغل على الميديكال دايجنوزز هنقول النس وانجري اور ديزيز بروسيس على الايه النس عندي مرض معين. طب لكن النيرسينج دايجنوزز ريسبونس تو اكتوال اور بوتنشال هيرث بروبلم، هنرجع تاني للتايب اوف نيرسينج دايجنوزز لو انتوا فهمتوها تعرفوا تفرقوا بين النيرسينج والميديكال دايجنوز. النيرسينج دايجنوزز فوكسز اون ريسبونسز تو اكتوال اور بوتنشال حسب حاله العيان اللي هي ايه اكتوال بوتنشال بروبلم او نيدز حسب اللايف بروسيس بتاعته حسب السيتويشن. الميديكال دايجنوزز ريمينز ذا سيم فور از لونج از ديزيز، مهما كان قعد وطول مشي وخرج ودخل نزل رعايه وطلع راح الجراحه ورجع هي ريمينز ذا سيم فور از لونج از ذا ديزيز از بريزنت. لكن نيرسينج دايجنوزز تشينج فروم داي تو داي فروم شيفت تو شيفت في اللحظه اللحظه كمان. تمام كده. يعني العيان كان عنده بين كمان شويه ما عندوش بين، جاله دايريه جاله هايبر سيرميا تمام، لكن كمان شويه كل الحاجات دي يبقى changes. النيرسينج دايجنوزز changes. describe problem for which the physician directs the primary treatment، دايما بنحطها والنيرسينج ميديكال بنحط زي بنقول كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز او العيان داخل نمونيا ماشي خلاص ده ميديكال دايجنوزز بيوصف حاله العيان كسيستم في الجسم نفسه تمام داخل ليفر سيروزس. لكن انا كنيرس نيرسينج دايجنوزز بتاعي ازاي ديسكرايب بروبلم ريليتد تو او ديسكفرد باي تريتد باي نيرس ويزن ذا سكوب اندبندنت نيرسينج براكتس. يعني انا عندي كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز او نيمونيا او ديسنيا او داخل لي كورونا بعمل ايه كل العلامات اللي عندي ان افكتيف بريثنج باترن مش قادر ياخد نفسه يبقى دي مع الساين وسيمتومز. لكن مع الميديكال دايجنوزيس بيتعامل مع الايه البروسيس نفسه او النس او السيستم او الاورجانز نفسه. تمام كده يبقى انا عندي ان افكتيف بريثنج باترن. طب لو حد كان فهم اللي احنا قلنا عليه درايفنج الاوت كام يبقى انا هطلع من ان افكتيف بريثنج باترن عايزه ايه هشيل الاي ان دي وانا عايزه في الاخر الاوت كام افكتيف بريثنج باترن كويس. خلاص النيرسينج دايجنوزيس مثلا على سبيل المثال بريثنج باترن ان افكتيف او اكتيفيتي انتولرانس او في بين او بودي ايمج ديستربنس انا مش قادره اتخيل نفسي مثلا بالمنظر ده بودي تمبريتشرز ريسك فور التر اللي هو انا عندي الحراره مش مظبوطه. دي الميديكال دايجنوزيس النيرسينج دايجنوزيس. طب الميديكال دايجنوزيس بقى بتظهر ازاي؟ كرونيك اوبستراكتيف بالمونر ديزيز او سيريبرو فاسكولار اكسيدنت ان هو عنده عامل في سيريبرو فاسكولار اكسيدنت عشان كده ما بيقدرش يقوم من مكانه او في ان اكتيفيتي او اكتيفيتي انتولرانس ديلي اكتيفيتي مش قادر يعمل شغله طول النهار لا بيروح شغل ولا بينزل ولا بيعمل تواليت ولا بيستحمى ولا بيقوم.
لو العيان دخل لي ابندسكتومي هيشيل الزايدة، او هيعمل حصوات في المرارة او ايا كان، او كوليسيستكتومي، يبقى انا عندي داخل لي ببين نيرسينج دايجنوزيس بين، لكن ميديكال دايجنوزيس قلنا اورجان او ايلنس. امبيوتيشن هيعمل باتر لور لمب امبيوتيشن مثلا، يبقى العيان نيرسينج دايجنوزيس، لازم انا النيرسينج تعمل له ريهابيتيشن وتتكلم معاه علشان ايه النيرسينج دايجنوزيس بتاعتي. بودي ايمج ديستربنس، بودي ايمج ديستربنس. تمام. لو انا داخل لي في ستريب ثروت، عندي التهاب بقى في الحلق وفي رش وفي ارتفاع في الحراره وكل ده، يبقى هو ستريب ثروت الميديكال دايجنوزيس، لكن انا بالنسبه لي التريشن اوف تمبريتش. خلاص ده كده الدايجنوزيس. تالت حاجه يبقى خدنا اسيسمنت دايجنوزيس، تالت حاجه بلاننج. اعتقد بقى في النيرسينج اسيسمنت نيرسينج دايجنوزيس انا كده خلاص عرفت انا هعمل ايه، هعمل ايه بقى، دي البلان بتاعتي ان انا ديفولبنج بلان اوف كير علشان ايه، والاسيست ذا كلاينت في ايه، اعمل اسيست ايه. ما انا خلاص انا جمعت الداتا وعرفت النيرسينج دايجنوزيس، يعني عرفت البروبلم، يبقى اسيست ذا كلاينت ان ذا ايدنتيفايد اريا اوف كونسرن. ايه الحاجات اللي هشتغل عليها بقى؟ طب ما انا كمان ما انا عرفت من نيرسينج دايجنوزيس ودرايفنج الاوت كام، اه ما انا فعلا في البلان بعمل ديفلوبمنت اوف جولز اند اوت كامز، ده اللي انا عايزاه، نفسه كويس، السكر يتظبط، الحراره تنزل، يقوم يعمل الديلي اكتيفيتي، يعمل الهايجين كير. خلاص يبقى انا ديفلوبنج الجول والاوت كام از ويل از بلان اوف كير دايجنوز ماشي ديزايند تو اسيست ذا بيشنت ان ريسولفينج ذا دايجنوزد بروبلم. يبقى انا بعمل الكير بعمل ديفولفنج للجول والاوت كام في الكير ديزاين اللي انا هعمله. انا عايزه مثلا احميه واقومه، اعمل له ابتدي اعمل الانفستيجيشنز والانتر اكشن والانترفنشن بتاع النيرسز، ريسولف دايجنوزنج بروبلم او اتشيفنج ايدنتيفاينج الجول اند ديزاير اوت كام علشان انفذ الاوت كام اللي انا عايزاه نتيجه الايه النيرسز. البروسيس اوف البلاننج ازاي بقى بعمل عمليه البلاننج بتاعتي، منتهى البساطه خالص، 3 كومبوننت اللي هي استابليش بريوريتيز، ازاي انت بتحطي اولويه. انت عندك نيرسينج دايجنوزيس، عندي بين وعندي فيفر وعندي ان افكتيف بريثنج، عندي انت ان ابيلتي تو اكتيفيتي ديلي ليفينج، كل حاجه عندي نيرسينج دايجنوزيس. طب البريوريتيز هتبتدي بايه، بالبين ولا بالهيجين ولا بالبريسنج ولا تبتدي بايه؟ ماشي. بعد كده establishing الجول desired outcome، عايزه الجول بتاعك ايه. الجول بتاعي لازم يكون smart، s m a r t smart، تاني نحفظها s m a r t smart. الجول بتاعي smart يعني specific measurable appropriate realistic and time. smart specific smart measurable smart appropriate smart realistic smart timely. كل حرف من كل اول حرف من كل كلمه جمعت لي كلمه smart دوت الجولز بتاعي او الاوت كام بتاعي. يبقى انا بعد ما بعمل البريوريتيز نيرسينج دايجنوزيس بعمل smart goals، لازم يبقى specific قوي. انا مختصره مش راغيه، مش هقول عايزه العيان يبقى كويس ويقوم يستحمى، لا انا بقول daily living activity. خلاص ده الاوت كام. عايزه افكتيف بريسنج، مش عايزه اقول بقى اللي عايزه يبقى بياخد نفسه حلو، عايزه ان انا ديكريز الديسميا وانكريز البلاد ساتوريشنز، لا هي خلاص افكتيف بريسنج تكفي وابروبريت مناسب للحاله. مش العيان يكون عندي ضاي واقول له استنى هعمل له بيرسونال هايجين، ابروبريت رياليستيك اند تايملي وفي الوقت المناسب. خلاص يبقى استابليش باريورتي، استابليشنج جول، سيت نيرسينج انترفينشن، بحط الابروبريت جولز، ازاي انا جيت الجول بتاعي، اتمنت ازاي انفذه، ده اللي انا بقول عليه في البلان، ان انا هجهز له الاكسجين سبلاي وهحط اشوف الاكسجين شغال ولا لا، هشوف البلس اوكزيمتر، هجيب جهاز البلس اوكزيمتر، هعمل اجيب البلاد بريشرز عشان اشوف الفيتال ساينز، اجيب الترمومترز، كل الحاجات دي كلها must be appropriate for goal attainment. should be details to provide continuity of care. ديتيلد يبقى لازم اخلي بالي علشان اتابع البيشنت كده. يبقى الثلاث حاجات النيرسينج بلا البروسيس اوف بلاننج، واحد استابليشنج بريوريتي،
establishing goal اللي هي بنقول smart establishing goal said nursing intervention this of planning. البلانينج بتاعتي identifications of goal صح، ما انا عرفت انا اعمل ايه، outcome صح عرفناها، بعمل priority صح، time frame طبعا. وانا ممكن اقول مثلا ان انا عايزه العيان ياخد نفسه كويس على بكره بالليل مثلا، واقول لصاحبتي اما تيجي في الشفت بتاع بالليل، لا تايم فريم في خلال قد ايه، هي 3 دقايق اللي انا بلحق فيها البريسنج ولا بلحق فيها البرين قبل ما يبقى ديث. تمام خلاص كده، يبقى البلاننج ايدنتيفيكيشنز اوف جول اوت كام كريتيريا اند بريورتيز وتايم فريم. طب ازاي انا احط سيتنج بريورتيز؟ انا يعني انا الاول والله مش قادره انزل عشان اجيب، انزل اجيب له واعمل له اكس راي، طب خليني دلوقتي اخد الفتال ساينز وادي له علاج وكمان شويه اعمل حاجه تانية. لا، بحط setting priority اللي هي determine problem that require immediate actions، عايزة حاجة في الفعل دلوقتي حالا، مش حسب ايه اللي موجود عندي وحسب انا هقدر على ايه، لا خالص خالص خالص، اللي هي بيها saving patient life، ازاي انا انقذ حياة العيان. تمام. طيب بيقول لك مسلو هيراركي اوف هيومن نيدز، اذا اللي جاب مسلو دلوقتي احنا مش قايلين مسلو هيراركي ده في الهيومن نيدز، قال لك اه ما مسلو ده قال لنا ان اول حاجه احتياجات اي بشري او اي انسان ان هو يبقى البريسنج، تخلي بالك يعني ايه فيسيولوجيكال البريس، البريس البريس ماشي، الاير واي بريسنج، الاير واي النفس، والاير واي الاير واي الاير واي. يبقى هو كده المسلو هيراركي نيدز، قال لك ببتدي من البيراميدز ده من القاعده مش من فوق، لان الهرم بيتبني من تحت مش ببني اخر حته فوق الاول، الهرم بيتبني من تحت، فيسيولوجيكال سيفتي لوف او بلونجينج استيم سيلف اكتواليزيشنز. الهرم بتاع مسلو اللي انا على اساس بعمل النيرسينج دايجنوزز بريوريتيز او البريوريتي للامبلمنتيشنز، باخد البريث بشوف البريثنج او الايرواي، بشوف الفوق السيركيوليشنز طبعا مع البريثنج السيركيوليشنز والبلاد بريشرز والفيتال ساينز، بشوف الفود والووتر والسليب والهوموستاسيس والاكسيرشنز بتاعتي لو بيعمل ايه، بيعمل تواليت ولا ما بيعملش. يبقى انا قاعده النيدز بتاعت الهيومن نيدز والبريوريتي باخدها من القاعده بتاعت مسلو هيراركي بيراميدز او في نيدز من تحت، بريثنج وفود ووتر. طب السيفتي، ما انا عايزه السيفتي بتاعتي طبعا سيكيورتي اوف بودي، انا مش عايزاه يخش لي العيان عشان يعمل لي زي ده اطلعه بكورونا يموت منها، او يخش لي بيعمل لي تشيك اب عشان السكر عالي ولا بيظبط لي السكر والضغط، ادخله في كورونا او انا ادخله في انفيكشن، ولا اوقعه من على السرير عشان هو اولد ايج ادخله في فراكتشر عشان هو ريسك فور اوستيوبروزيس مثلا. يبقى انا لازم السيفتي معايا خلاص. تمام، يبقى ديت اللي هي ايه سيتنج بريورتي. علشان احط سيتنج بريورتي في جنرال جايد لاينز فور سيتنج بريورتي، اخلي بالي من تيك كير اوف اميديت لايف ثريتنج ايشوز، طبعا اول حاجه تيكينج كير عامل ايه لايف ثريتنج ايشوز، ثاني حاجه سيفتي ايشوز لازم الامان، بيشنت ايدنتيفايد ايشوز لازم انا اعرف العيان الايشوز العيان هون، ان انا ممكن اشتغل على اي عيان عيان تاني لا، نيرسز ايدنتيفايد بريورتي بيزد اون the overall pictures. overall pictures يعني بعد ما خدت الاسسمنت كله بتقدر تحددي بقى ايه الحاجات اللي انا عايزاها للبيشنت ده، the patient as a whole person كل البيرسونز physically socially spiritually well being، يبقى and availability of time and resources حسب التايم والبتاعك تشتغل خلاص. ليت كده البريورتي. طيب حاجه تانية في البلاننج، اه في البلاننج فيه اللي هي شورت تيرم جولز، انت عايزه تعملي بلاننج شورت تيرم جولز، الاوت كام اتشيفد ان ا فيو دايز اور وان ويك دي شورت تيرم، انا عايزه العيان دلوقتي حالا ياخد نفسه، انا عايزه دلوقتي الحق بسرعه قبل ما يخش لي في دايابيتك كوما، يبقى اتشيفد ان ا فيو دايز او ويكس او ايميديت، ديفلوبد فورم ذا بروبلم بورشنز اوف ذا دايجنوستيك ستيتمنت بحطها بسرعة في النيرسينج دايجنوز ستيتمنت بتاعتي، كلاينت سيندرد بتعامل مع العيان، ميجرابول رياليستيك زي ما احنا قلنا اللي هو الجولز بتاعي، كومبايند باي تارجت داتا، ان انا دلوقتي الحق اقيس الضغط والسكر واظبط الفيتال ساينز، يبقى شورت. طب لونج تيرم جولز اللي هي ديزايربول اوت كام، انا عايزه بعد كده اما يخرج هديله علاج يظبط الضغط والسكر، او ان هو العيان اللي عامل امبيتيشن اعمل له ريفيرال يروح الريهابليتيشن سنتر ويروح ياخد ارتفيشال ليمب مثلا
ويركب ديفايسز تاني، يركب مثلا رجل او يركب ايد او اي كان. خلاص يبقى انا لونج تيرم جولز ديزايربل اوت كومز ذات تيك ويكس اور مانثس اور اكمبلايد تو فور كلاينت كرونيك هيلث بروبلم، ازاي يتعامل معاها. خلاص طيب يعني ايه ايدنتيفاي الكلاينت سنترد اوت كوم؟ ايوه طبعا، هو انا كل اللي انا عايزاه بعمله ايه؟ ان انا بشتغل على العيان عشان انا ابقى كويسه، عشان امه وابوه يستريحوا؟ لا، انت كل اللي بنشتغل عليه كلمه ايدنتيفاينج كلاينت سنترد اوت كوم. ذا بيشنت ويل، ذا بيشنت ويل بي ايه؟ بريثنج ويل، يتنفس كويس. ويل ذا بيشنت ويل اكتيفيت وتيك دي ليفنج اكتيفيتي، يقدر يعيش حياته كويس. يبقى identified client centered outcome state جملة بتحطها what the patient will do or experience at the combinations of care. give direction to the patient overall care patient behavior not nurse behavior. ده أنا عايز العيان يبقى كويس، مش أنا اللي أنام كويس. أنا عايز العيان يقوم يعمل السيلف هايجين أو أنه يخرج للحمام، مش أنا اللي أقدر أنام أنا وأبقى كويسة وأروح بيتنا. لا، يبقى patient behavior not. خلاص كده باجي بقول documentation the plan of care. احنا كل ده على فكرة ما خرجناش برا البلانينج، سواء long و short term، سواء patient center، كل ده احنا لسه بنتكلم في البلانينج. بلانينج بعد ما حطيت البلان بعمل documenting the plan of care. طبعا to ensure، ليه بقى بكتب documentation؟ ليه بفايدة documentation؟ to ensure continuity of care، عشان اتأكد ان العناية بتاعتي مستمرة. The plan must be written. And shared with all health care personnel caring for the client. لازم كلنا نوصل ان العيان دوت هيتركب له يتعمل له الفيتال ساينز كل ساعتين. هشوف الساتوريشن، هتحط البلس اوكسيميتر على طول. هيتعمل له اكس راي، هيتعمل له الانيميا، هيتعمل له الاي بي جي كل ساعتين. كل الحاجات دي كلها بتبقى ريتن ومكتوب. Consists of prioritized nursing diagnosis، عارفين خلاص حفظناها. outcome، ان عايز العيان يبقى نفسه كويس وسكره كويس وضغطه كويس، تمام. عايزاه يخرج بره العمليات من غير infection. خلاص الانترفينشن بكتب بقى ازاي بلان permanent part of record. الدوكيومنتيشنز بتاعتي بستخدم الدوكيومنتيشنز بتاعتي patient own words in subjective data. لما اجي بكتب في الدوكيومنتيشن بحطها في الكوتيشن مارك بين قوسين، ايه العيان بيقول ايه؟ انه عنده مغص جامد قوي. خلاص على لسان العيان. يبقى انا لما اجي بستخدم كلمه العيان قالها ما بكتبهاش باسترسال في قلب النيرسينج دوكيومنتيشنز بتاعي، بحط سبجكتيف داتا انكلوزد، بحطها بقفل عليها كوتيشن مارك، بقفل عليها كوتيشنز. افويد جنراليزيشنز، بي سبيسيفيك، خليني سبيسيفيك، ان انا ما اقعدش احكي كتير 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 والعيان شتمني والعيان مش عارفه ما رضيش ياخد العلاج. لا، خليك سبيسيفيك، هو رفض العلاج او رفض الاكل. دونت ميك سميتيف ستيتمنت ديسكرايب، ما تحطش رايك فيه. مش هقول اصل هو اتخانق مع عياله او اتخانق مع مراته وعشان كده هو ما رضيش ياخد الاكل. لا، دونت ميك سميتيف ستيتمنت، ما تحطش رايك، ما تحطش توقعاتك. ما بحطش توقعاتي ابدا، انا متوقع ان العيان ده مش هيكمل لبكره. لا، في documentations احط لو الكلام على لسان العيان بحط quotation mark، enclosed in quotation mark. avoid generalization be specific، ما بحطش ما بحكيش كتير. اهم حاجة تانية عشان دي لو جات في الامتحان، don't make summative statement describe، انا ما بحطش summative statement describe. patient is being ordinary should be patient resist instruction or patient state. don't take to me I don't care about them، هو ما ردش عليا انا مش هعبر. لا، خلينا سبيسيفيك. ايه خلاص كده البلاننج خلصت، بالكتابه بالجولز بالانترفينشنز بالريسورسز، انا عايزه ايه كل الحاجات دي. يعني نجينا مرحله التنفيذ امبلمنتيشن ستيج. امبلمنتيشن ستيجز يعني امبلمنتيشن ستيجز يعني التطبيق، اللي هي انترفينشن او كاري اوت. لو جات لي كاري اوت هي الامبلمنتيشن، هي الانترفينشنز، هي الاكشن بتاع النيرسينج بقى اللي هتشتغل بيه. اكتواليزيشنز اوف ذا بلان اوف كير ثرو نيرسينج انترفينشن، خلاص البلان عملتها وكتبتها، خلاص تتنفذ على العيان بقى. ايه بروسيس اوف امبلمنتيشن؟ ري اسيسنج ذا كلاينت، بعمل اسيسنج للكلاينت. طبعا انا ما يعني انا عمال ما حضرت الحاجه ورجعت فرد لقيت العيان ميت،
يبقى بعمل ري اسيس للكلاينت. ديترماينج ذا نيرسز نيدز فور اسيستنت، بشوف انا محتاجه حد معايا، العيان تعبان يعني مش معقول مثلا افرض انا عايزه انزل اعمل له اكس راي ولا اجيب التحاليل بتاعته اسيب العيان وانزل وانا محتاجه نيرس اسيستنت. امبلمنتنج ذا نيرسينج انترفينشن، ابتدي انفذ بقى، هقيس الفيتال ساينز، هحط له الاجهزه اللي انا عايزاها، هروق الاوضه، هرتب الاوضه، هشوف الريكورد والريبورت بتاعي هجهزه معايا، اشوف الدكتور مين اللي معايا عشان لو طلب، عشان لو العيان تعب اجيبه على طول. كل الحاجات دي كلها اللي انا بشتغل بيها بقى. سوبرفايزنج ذا ديليجيتد كير، اشوف اقدر مثلا حاجه اقدر اعملها ولا لازم انا اعملها بنفسي، محتاج اعمل ديليجيشن افوض حد، وانا ممكن حد يجيب لي الاشعه والتحاليل مش لازم انزل انا، ممكن انزل الريبورت البورتر يجيبها او النيرس ايدي ايد وينزل يجيبه المساعد الممرض اللي معايا. دوكيومنتنج نيرسينج اكتيفيتي، اي حاجه بتحصل بعملها تتكتب، اي حاجه تتكتب. التايبس اوف نيرسينج انترفينشنز، ايه بقى النيرسينج انترفينشن؟ لو حاجه انا بعملها من غير الدكتور ما يقول، يعني انا لقيت بسرعه العيان تعبان استر الفيتال سايز بسرعه ولحقته ركبت له اكسجين، دي انا الدكتور اللي قال لي ولا انا اللي خدت قرار عشان حالته تعبانه، انا اللي نفذتها اللي هي اندبندنت مش محتاجه فيزيشنز اوردر معايا، ايبل تو امبلمنتد وزود فيزيشنز اوردر. طب ديبندنت طبعا انا مش هقدر اوقف محاليل ولا اعالج محاليل والعيان مثلا مكتوب له علاج بتاع القلب وما يكونش الضغط مثلا النبض اقل من 60 ولقيته النبض اقل من 60 بوقف العلاج، بس برجع بقول الدكتور هو اللي قايل الكلام ده يبقى ديبندنت. خلاص يعني انا هنا انا وقفت الدواء اندبندنت، لا انت ديبندنت لان الدكتور اللي قايل فيزيشنز اوردر تو امبلمنت ذيس انترفينشنز. كولابوريتيف الاثنين مع بعض بقى، امال ما كنتيش انت قست النبض وشفتي البيشنت عامل ازاي عشان كده انت نفذتي كلام الدكتور، يعني انت صاحبه القرار كريتيكال ثينكينج وانت عملتي كولابوريتيف اشتغلتي بالاثنين ديبندنت واندبندنت نيرسينج انترفينشن. يبقى انا التايبز اوف انتر نيرسينج انترفينشن مش هنتلخبط بقى، independent collaborative dependent independent collaborative دي nursing interventions. خلاص evaluations اخر حاجه بعملها بقى evaluations، انا عندي outcome وعندي problems و outcomes انا عايزه اعمل لها achieved، يبقى determine if the patient responds to nursing interventions اشوف ال outcome have been achieved or not met or not met، نفذ ولا ما تنفذ. This step may or may not be an end of pay point، مش دي النهاية، مش خلاص كده دي النهاية، يعني العيان حارته نزلت خلاص كده، ولا بعمل له assessment و reassessment، لقيت العيان لسه نفسه عامل، لقيت العيان سينونسد لسه، يبقى not end point، ديت مش آخر المطاف. Patient problem solved، your evaluation will be end step but problem not solved، لسه العيان لسه عنده سكر، ولسه نفسه زي ما هو، ولسه أكسجينه بيتابع، reassessment. يبقى انا عندي الايفالويشنز ذا واي نيرسز ديترماين اذا كلاينت هاز ريتش الجول ولا لا، من خلالها بعرف الجول ذات شيفت ولا لا. اناليسز اوف كلاينت ريسبونس، اشوف العيان استجاب معايا حالته كويسه، خرج من المستشفى نزلناه الرعايه خرجناه بره الدنيا، كل الحاجات دي كلها ديترماينز افكتيفنس اوف نيرسينج ديجنوز. ايدنتيفاينج ذا فاريبلز افكتنج اوت كام اتشيفمنت، بشوف الفاريبلز بتاعتي واشوف ال identifying affecting outcome ولا لا او achieve ولا لا. deciding whether to continue ولا modify ولا terminate the plan، ان انا محتاجة اعدل محتاجة لا دكتور لازم فعلا العيان ينزل الرعاية مش هينفع الدور خالص والأوضة هنا مش هتنفع، العيان لازم العزل، العيان لازم ينزل العمليات يتفتح تاني المغص فعلا بعد العملية زايد، او عايزين نشوف عملوا ايه، عملنا السونار او الاكس راي لقينا سايبيننا حاجة جوه. يبقى انا من ال evaluation ده بشوف achieve the goal or not، بشوف مديفايت البلان بتاعتي كونتينيو ولا ترمينيت ولا ديسمنت تاني. خلاص يبقى البروسيس اوف ايفالويشن كلاينت ريسبونس، ايه بعملها ازاي بقى البروسيس بتاعت الايفالويشن؟ طبعا بعمل كولكت للداتا، وانا هعملها ازاي؟ كومبير الداتا اللي انا جمعتها قبل وبعد واشوف الاوت كام ريليتنج نيرس اكتيفيتي تو اوت كام، يعني عملتها ولا لا. دراو كونكلوجن اباوت بروبلم ستيتمنت سمرايز ريزلت، بقول المختصر. كونتينينج وموتيفاينج ولا ترمينيت الكير، ايدنتيفاي ريزون اوت كام نوت، انا عندي اندبندنت فانكشنز اللي هي وذين سكوب اوف نيرسينج براكتس، تعملي اسسمنت الهيستوري ولا، لكن اندبندنت اللي هي اكتيفيتي برفورمد بيزد اون ذا فيزيشن اوردر، بتعملي ادمنستريشن اوف ميديكيشن كاري اوت سبيسيفيك تريتمنت، دي حاجات ديبندنت طول ما عملت.
focus on patient care أو medication, medicine and nursing أو ماشي patient report if feel like my chest is being crushed. لو أنا حاسة بقى إن أنا تعبان وحاسة صدري طابق عليا بعمل observation شو official جرايمز بتاعتي، بشوف بقى هو ايه بقى بيعض على وشه او كده جرايمز جرايمز ديت بيطبق او بيغمض عينه بيدوس على اسنانه او كده، بشوف شورتنس للبريسينج، بشوف دايكروزيس او اللي هي البرسبريشنز الريسبيريشنز بتاعتي، بحس ان هو بينهك كده وفي عامل خلاص. يبقى انا بخلي بالي من النيرسينج بتاعي ديبندنت واندبندنت وفوكس اون بيشنت كير، ميديكال انتربريتيشنز، بشوف بروبلم بتاعتي او دايجنوزيس مايكارديال انفاركشنز، بشوف انتربريتيشن للبين، بشوف البروبلم بتاعتي او نيرسينج او تشيست بين ريليتد ديزيز، كل الحاجات دي كلها بخلي بالي منها. ان جوينج بارت اوف ذا نيرسينج بروسيس ديترماينج ذا ستيت اوف جولز، دي بقى ملخص المحاضره، بخلي بالي نيرسينج بروسيس ان جوينج مستمره مش حاجه ونقط، ديترماينج ذا ستيت اوف جولز اند اوت كوم اوف كير بخلي بالي منها، ده اللي انا عايزه كل شويه. مونيتورنج ذا بيشنت يعني ايه مونيتورنج ذا بيشنت؟ اللي هي فولو اب، مونيتور يعني فولو اب، بشوف وبتابع، مونيتور يعني بتابع. مونيتورنج ذا بيشنت ريسبونس تو دراج ثيرابي must be aware of outcome set of the client if patient able to meet outcome criteria هتعامل معاه ولا لا، لو completely met or not met partially met not met at all لو ال outcome بتاعي not met at all ومحتاج progressive تاني updated plan. خلاص identifying variable affecting outcome achieved بشوف ال individual of care plan، البلان بتاعتي بتبقى realistic ال patient appropriate لل time بتاعي where changes made the plan were needed how does the client feel about the plan كلها انا بعملها. documentation يقولولنا عندنا المكتوبة محسوبة، ما تضيعش مجهودك، ما تضيعيش وقتك، وتضيعي حقك في الشغل، ما بقاش طالعان هناك ويجي العيان او اهله او حد زمايلك او حد يقولك انت ما دخلتيش، ما قستيش الحرارة، ما قستيش الضغط، ما ديتيش العلاج، ما جبتيش الاشعة، لا انا جبت وعملت. يبقى documentation لازم كل حاجة اكتبها clear and concise appropriate terminology، ما اكتبش كلام ما انا اللي قصدي بيه واقول لهم اه طب ما سالتونيش ليه، لا انا عايزه اقرا النوتس بتاعتك والدوكيومنتيشن اكني عايشه معاكي، وفي نفس الوقت مش هرجع لك لان دي هتدافع عنك، انا هجيب لك اقول لك قولي لي انت كان قصدك ايه في كل كلمه. لا يبقى clear concise appropriate terminology physical assessment review of system بعمل overview of symptoms بعمل الداي اتش بودي سيستم والحاجات دي كلها. خلاص يبقى الimplementation skills require cognitive skills require interpersonal skills. أنا الimplementation لو أنا داخل أفشى على عيان ما عنديش communication skills مش هيسمع مني حاجة، يقول لي غوري من وشك، تغور من وشك أنت لو يا شيخة في إيدك مية المحية مش هاخدها، والأهل العيان نفس الحكاية. يبقى أنا عايزة cognitive skills إن أنا زي أعمل problem solving، إزاي أعمل critical thinking وأعمل assessment وأشوف أني barrierتي أبتدي بيها، الانتربرسونال سكيلز اشوف الكوميونيكيشن بيني وبين البيشنت وبين الفاميلي وبين زمايلي، يعني مثلا حد يقول لي روح اشتغلي مع وضع عطيه، لا مش عايز اشتغل معاه، ما بعرفش اشتغل معاه، بتعصبني، لا بتوترني، ده ما مش على بالها، ده العين بيموت وهي بتبقى قاعده. يبقى انا لازم يبقى في كوميونيكيشن وكوجنيتيف سكيلز عندي وريكواير تكنيكال سكيلز ليه هاند بقى وسايكو موتور اللي بنقول عليها اسمها سايكو موتور سكيلز او هاند سكيلز سايكو موتور سكيلز. البربس اوف ريتنج كير بلان قلنا دايركشن واندفيدوالايز كونتينيوتي اوف كير بروفايد دايركشن فور فولو اب بروفايد اسيستنت ان اسيسنج ستافنج انفورميشن فور ريميك ان انا بتابع دوكيومنتيشن يا جماعه حمايه ليا ميديكو ليجل قانونيا ميديكو ليجل اللي بيجي بيكمل عليا ما بيبتديش من الاول بيبقى عارف شغلي ويبقى فيه كونتينيوتي اوف كير. وتبقى اهم حاجه طبعا احنا بنقول للجوده ما بتبقاش حاجه واقعه ورانا خالص، وبنبقى منها للجوده وبنعمل اللي بنقول عليها بنتابع الجوده بتاعتنا ونحط عليها اللي بنقول عليها اللي هي بيشنت سيفتي ودرجاتنا، ولو جت مشكله بتدافع عني. يا رب تكون المحاضره باذن الله تكون سهله، انا عارفه ان انا طولت عليكم بس فعلا المحاضره مهمه جدا، ان شاء الله باذن الله بالتوفيق وان شاء الله بالنجاح. لو في اي حاجه انا معاكم اكتبوا على الجروب وانا هجاوب لكم على اللي انتوا عايزينه، لو حاجه عايزين نعيدها شرح تاني انتوا كده كده معايا على الخاص نتكلم مع بعض.